الدهوش موجودة عندك ولا لأ؟ آه لو موجودة عندك تبقى العبارة صحيحة، لكن لو أنا الصلاة عندي مش مشكلة ولما أتجوز إن شاء الله مراتي تبقى تشجعني أو هي تخليني أصلي أو أنا أخليها تصلي، أشك في مشكلة تبقى العبارة خطأ. حتى لو أنا بتمنى زوجة متدينة، ليه؟ لأنك مش هتلاقيها. لما انا اكون بايظ بس ما بصليش ونفسي في واحده محجبه ومحترمه واخلاق وبنت ناس، هتعبرني على ايه؟ فاهمين المطب اللي في السؤال؟ مش وانا بقول لبناتنا بتدف على قبر لو عملت معاه كده. طب حاجه ثانيه، بيقول ما ايه؟ لو واحد ملتزم خطبها ملتزمه يبقى كده بيت واحد ملتزم. واحده ملتزمه خطبت ملتزمه خلاها ملتزم يبقى بيت ملتزم. والعكس يبقى ملتزمين. لا مش صحيح. يبقى مش صحيح. ايوه هو ده، ما انا بقول لك ده. طب قالت لي خذيه عشان تهديه. لا مين؟ بصي يمكن في المحاضره الجايه الفروق النفسيه بين الراجل والست هنتكلم على النقطه ديت، بس برضو مبدئيا سرعه الاستجابه نحو التغيير من الراجل اصعب مليون مره من البنت. وليه هو مثلا يبقى عايز ادور مع الصلاه، ادور مع ايه وانت صافي يعني ان شاء الله ربنا يسهل؟ ما ينفعش. دي بقى اللي قصدنا في السؤال ده، لكن في التغيير نفسه انا بقول لبناتنا اوعوا تنخدعوا بالمطب ده. سرعه استجابه الراجل ناحيه التغيير صعبه جدا وعايز صبر. فانا اخده دلوقتي هو كويس واخلاق، اخده دلوقتي وانا هبقى اعلمه الصلاه، ابقي تعالي قابليني. يبقى استحملي بقى سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة معبال ما يستجيب لده. الراجل هي فطر، مش مسألة عند، هي فطرة الراجل مخلوقة على كده. ما يقدرش يتغير بصورة كبيرة إلا إذا كان هو وصل لتمام الاقتناع. تمام؟ فمعلش يعني إذا كان ما بيصليش قبلك يبقى تعالي قابليني لو اقتنع بعدك. لكن استجابة الست بتبقى أسرع. واسرع بمعدل كبير. طب ليه بقى يعني؟ لان الـ 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 الست البنت الجانب اللي عندها الاكثر الجانب الانفعالي العاطفي. فهي بتحب، وعشان هي بتحب فعايزه ترضي اللي بتحبه، فما عندها استعداد انها تعمل اي حاجه عشان ترضيه. طاقتها النفسية والانفعالية والفسيولوجية بتساعدها على كده، فبص الاقي التغيير يجي. هي عاشت 20 سنة ولا 25 سنة في بيت ابوها مش محجبة مثلا. لكن أول ما يقول لها اتحجب من فترة الخطوبة تتحجب. وتلتزم. ويبقى الأمر سهل بالنسبة لها. ليه؟ لأنه مرتبط بشيء عاطفي اللي هي أهم حاجة عندها، هي بتحبه. لو ما كانتش بتحبه والله لو كان واقف على شعر راسه ما كانتش سمعت. فاستجابة البنت للتغيير أسرع بكتير. عشان كده بقول لها لا ما تاخديش واحد وتقولي هغيره بعد كده. تمام؟ لكن حضرتك تقصد إن العكس بقى، إن مثلا الراجل اللي بيحركه الجانب العقلاني. آه يعني الراجل كده كده بيحركه الجانب العقلي وإلا ما كانش هيعرف يقوم بمهمته. وده هنعرفه بالتفصيل المحاضرة اللي جاية. الفروق النفسية بين الراجل والست. تمام؟ آباؤنا وأصدقاؤنا يوافقون بحماس على أزواجنا. النقطة ديت برضو لازم تجاوب فيها بحذر. آباؤنا يعني اللي أنا هتجوزه أبويا لازم يبقى موافق عليه، وأبوه لازم يبقى موافق عليا. موافق مش من ناحية إن خلاص ابنه اختاره، لا، موافقة الرضا. حماية اقتنع بيا وحماتي اقتنع وانا وامي اقتنعت بمراتي. اصدقائنا نفس الحكايه. ايه العلاقه؟ هنشوف واحنا بنحلل الاختبار في الاخر. طيب اجاوب انا ازاي على سؤال زي ده؟ والله انا ابويا وامي مش مشكله، هما اللي هيتجوزوا ولا انا؟ ايوه رايهم استشاري، بس لا انا اللي يهمني موافقتي انا. لو امي قالت لا وانا قلت انا هتجوز، هي عنده كده على طول الخط، فتبقى العباره بالنسبه له صحيحه. لكن واحد تاني راي ابويا استشاري،
هسمعه الاول واتاكد منه الاول وبعد كده ابقى انا اقرر. يبقى القرار بايد مين؟ بايدي. بس حاطط اهميه ابويا واصحابي في اختيار شريك حياتي بوينت مهم من علامات التقييم. انت مين بقى في الاثنين؟ طب لو انا مثلا موافقه ان الاباء يعني يباركوا الزواج لكن الاصدقاء رايهم مثلا بالنسبه لي اختياري مش استشاري. خلينا نقول خليها الاباء، اصل بينا هنا مبني على السؤال الثاني ان بينا اصدقاء مشتركين. فهماني؟ وهي للاسف اغلب الاختبارات دي كلها غربيه، يعني ما زالت مدرسه علم النفس الاسلامي مقصره في النقطه دي. نحن نعمل اختبارات نفسيه تلائم البيئة اللي احنا عايشين فيها او عاداتنا وتقاليدنا. تمام؟ كلانا خال من المشاكل الجنسية، بمعنى ان انا لازما قبل ما اقدم على مرحلة الزواج اطمن على نفسي من الناحية دي، هل في عواقب ولا لا؟ والطرف الثاني او البنت بالذات انا لازم برضه اهتم على نفسي من الناحيه دي واطمن الشخص ده موجود ولا لا. والنقطه دي غايه في الاهميه. ليه؟ لان وللاسف بتحصل بيها مشاكل كتير قوي. احنا عندنا من اسباب الطلاق حوالي 70% السبب في ده، وان بيحصل مشاكل بعد كده. فانا كجيل بقى المفترض ان ربنا من عليا بان انا عندي سعه توسع وسعه اطلاع وعندي فرصه كبيره دلوقتي ان انا اعرف حاجه زي كده، هل دي مهمه عندي ولا لا؟ ومهمه بحيث ان انا مش هعرف اقول لشريك حياتي يعمل كده، لكن ابويا يقدر وامي تقدر تقول اسماء مراتي. ليه؟ ان احنا نطمن على بعض. وانا كنت اتمنى ان الدوله تبقى فاهمه وفايقه وفهم ورايقه كده وتعمل ده شرط من شروط الزواج، ان الكشف ده يبقى مقدم مع استمارات الزواج. وده الصح اللي المفروض انه يتعمل، لان بيحصل غش مهازل في النقطه دي. فانت جاوب الامر ده مهم عندك ولا لا، وانت ليه يعني فيما سبق من معارف في حياتك اللي فاتت. طيب العباره التاسعه، سيكفينا دخلنا لنعيش بدون مساعدات خارجيه. عيش العصفوره يقضينا والكلام ده مش المطلوب. فهو وانا عايش معاك على الحلوه والمره وانا اللي يهمني انك تبقي معايا، ده كلام لا مؤاخذه كلام زبده طلع عليه النهار ساعه. أمال أجاوب إزاي؟ لا جاوب، هل أنت بالفعل تقدر تعيش أو عشت عندك المقدرة إنك تقاوم شظف العيش وخصوصًا في بدايات الحياة ولا لأ؟ طب أعرف إزاي؟ جرب نفسك مع والديك. هو أنت كنت كل حاجة أنت عايزها وتصمم عليها؟ دي نقطة. طب ما جابهاكش وابوك كبر دماغه عنك فكنت تبقى متضايق جدا ان الحاجه دي مش عندك. النقطه الثانيه، في فتره الاستعداد للجواز كنت بتدقق او هتدقق على ان لازم يبقى الموجود البيت فيه كذا ولازم يبقى فيه كذا ولازم يبقى فيه كذا ولا لا؟ ومش لازما من ناحيتك انت، من ناحيه الطرف الاخر. يعني انا المفروض عليا اجيب مطبخ خشب مثلا، ماشي، ما هو لو والد ما عندوش المطبخ خشب ممكن ناخد المطبخ القديم. فبالنسبه لي العباره خاطئه، لكن مش هو مطلوب عليه انه يجيب كذا يبقى لازم نجيبه، ولازم هي تجيب كذا، ولازم تجيب مش عارف الطقم اقربال شكله ايه وطقم الصيني شكله ايه، تبقى العباره بالنسبه لي صحيحه. انا عندي مشكله ان انا دلوقتي مع ماما عمري ما طلبت منها حاجه، بلاقيها هي دايما تجيب لي الحاجه اللي انا محتاجاها حتى من غير ما اطلبها، تلاقيني شايفه الحاجه دي فبجيبها، بتقول لي انت لما تتجوزي يبقى ليكي مطالب وجوزك هتقولي له عايزه وعايزه وعايزه، انت مش هيبقى متعود ان انت مش متعوده ان انت تطلبي، فممكن الحاجه دي ما تقوليهاش. كويس، انت بقى من جوه
الحاجه اللي جات لك ديت انت كنت حاسه يعني باحتياج ليها شديد وما كنتيش قادره تطلبي، ولا كانت لا تمثل ليكي شيء؟ جت ما جاتش ما جاتش. يعني الحاجه دي يعني ماما بتبقى شايفه ان هي ضروريه هتجيب لي الحاجه دي، انا ببقى من نفسي انا مش في بالي اصلا. حلو، طب الحاجات الضروريه اللي في بالك، الحاجات الضروريه خلاص يبقى انت الامر زياد. هو لحد قبل ما تيجي كنت حاسه بمشكله انها مش موجوده؟ خلاص تبقى العباره بالنسبه لي اه سيكفينا دخلنا اللي نعيش، انا اقدر اعيش على اي مستوى. تمام؟ لكن لو هي لا وكنت متضايقه او لازم أنا ابدا ممكن ليه ما نعيش من غير مساعدات؟ ما نطلب من ابويا، ما انا ابويا معايا لحد ما نقدر نقف على رجلينا. تمام؟ طبعا دي عايزه شرح لانها برضو غربيه. انفصلنا مؤقتا ثلاث مرات او اكثر، مش اتطلقنا هنا، هو عندهم هناك ممكن عادي جدا. يا بص يا اسماء بقى احنا ايه هسيبك سنه كده ايه اراجع فيها حساباتي وبعدين نبقى نرجع تاني، وعشان انا مزاجي وهي تعيش بمزاجها والدنيا بزراميت هناك. طيب ترجمه السؤال ده على واقعنا ايه؟ ان احنا لازما العباره بتقول لقد للتحقيق لازما يحصل مشكله ونسيب بعض عشان نتاكد من اختيار. هل ده فعلا شرط مهم عندك انك تتاكد ان العلاقه سليمه ولا لا؟ في ناس يقول لك اه طبعا ده شرط، انا كده ساعه الطقم ومرتال اي حاجه وزعلت واشوف هي تتمسك بيها ولا لا. فالعبارة بالنسبة للافندي ده صحيح، لكن في واحد تاني يقول لا ينفصل أصلا، شرط الانفصال بالعكس ده الجفاء، وكل ما المشكلة تزيد ده مؤشر خطر. فأنا لا، العبارة بالنسبة لي خاطئة. أنت مين فيهم؟ تمام؟ آخر مجموعة، نحن مقربون من كلا والدينا، يعني أنا قريبة من أبويا وأمي ومن أبوه وأمه. إحنا الاتنين أو أنا لما قبل ما أبقى أنا لازم أبقى قريب من أهل أسماء. لازم أحاول إن أنا أتودد لوالدتها أو أتودد لأخوها ويبقى في علاقة بيني وبينهم كويسة بغض النظر عن علاقتي بأسماء. وهي نفس الحكاية. عارفة ان وفاء هي في مقام والدة وليد، فخلاص وفاء ديت اللي هي هتبقى حماتي فانا اتودد ليها. فالعبارة بالنسبة لي تبقى صحيحة. وفي واحد تاني يقول لك لا مش شرط، انا عايز مراتي اخدها انا وهي في بيتنا، والله هي ارتاحت مع ابويا ارتاحت، ما ارتاحتش مش مشكلة، انا ارتحت مع امها ارتحت، ما ارتحتش مش مشكلة، المهم ان انا وهي فين؟ في البيت. انت مين في الاثنين؟ تمام؟ السؤال ده رائع على قد ما هو خفيف. يعني عندما كنا صغارا كنا مشهورين بين نظرائنا. يعني ايه كنا مشهورين بين نظرائنا؟ يعني كنت من الناس اللي معروفة في الفصل ولا لا؟ تمام؟ كنت من الناس اللي معروفين في الفصل ولا لا؟ ايه دخل ديت باختيار شريك الحياه؟ مالكش دعوه، هنعرف بعدين. المهم ايوه انا كنت معروف في الفصل وكان وليد ده سواء حلو او وحش مش مشكله، احنا بنتكلم على ان انت معروف في الفصل. هل كنت معروف ولا لا؟ في خلال اغلب مراحل تعليمك. ماشي، في سنه من السنين كانت المدرسه كويسه وشاطره وانت عملت. طب وبقيه السنين؟ لا، ولا كاني نكره في الفصل. لا يبقى خلاص تبقى العباره بالنسبه لك خاطئه. لكن واحد بالفعل تسع سنين، يعني انت عندك تسع سنين اعدادي وثانوي و 12 سنه، فال 12 سنه دولت كنت فعلا معروف وسط زمايلك ولا لا؟ تمام؟ طيب برضه عندما يجتمع عائلتنا معا تكون نسبة الطلاق أقل. المقصود إيه؟ لما العيلتين يبقوا متفاهمين نسب الطلاق تقل.
خد بالك قبل ما تجاوب، اصل السؤال ده مكر في ايه؟ في ان طبعا يا ريت فاقوم على طول صح. لا، المطب اللي هنا ايه؟ انت من دماغك ان هتعمل تواصل بين العيلتين ولا لا؟ وان ده شرط عندك. ايوه، انا قبل لما هتجوز ويقع اختياري ان شاء الله لازما كده ايه اتودد لخمراتي وخمراتي يعمل يجي ويجي نزورنا ونزورهم، ولو امي عايشه او ابويا عايش او اي مناسبه حصلت هاخد ابويا وامي ونروح. انا ده نقطه مهمه عندي. فبالنسبه لي العباره صحيحه. ما هو انا ليه بعمل كده؟ لان لما هنعرف بعض اكتر والعلاقه تتوطد الطلاق هيقل او اي خلاف مش هيكبر ما بيننا. ده بيجي بالطرف التاني مش في العيله عامه. ايوه، لا، ما عائلاتنا معا. عائلات مين؟ عيلتي وعيلتها اللي هم المجموعه الاولى. مش هجيب البنت بنت خالتي عشان اعرفها، ما تتحرق بنت بنت خالتي انا مالي بيها. انا بتكلم على ابويا وامي واخواتي، وهي ابوها وامها واخواتها. انا قبل ما اختار او قبل ما ارتبط او قبل ما افكر في شريك الحياه كانت النقطه دي مهمه عندي، ان انا عايز عيلتي وعيلتها يبقوا مرتبطين، يبقى ايه نتلم في المناسبات دايما. كويس، يجي كده رمضان او هجيب اخواتها يفطروا عندي واختي كمان. ليه؟ كل ما العيله تبقى مترابطه انا بالنسبه لي ده اريح، لان ده هيقلل نسب الخلاف ما بيننا. فالعباره بالنسبه لي صحيحه. لكن واحد تاني يقول لك لا يا عم، القرايب ها عقارب. خلينا نتكلم بمنطق اللي موجود، الاقارب عقارب. لا، انا انا رايحه ابنك انت من بيتك، انا مالي ومال اخوكي ومرات اخوكي واعزمه ولا اعزم ليه؟ ايه عايز اقف في المناسبات كده المجاملات خلاص، لكن ان انا اوطد رجلي بقول لك ايه انا بحب كده ايه اقفل إيه الباب علينا ومحدش فينا عشان ما نجيبش مشاكل. لان كل ما يبقى التقارب اكتر هتبقى المشاكل اكتر فيبقى الطلاق اكتر. انت بقى انهي فكره اللي في بالك واللي انت كنت بتستعد ليها؟ تمام؟ كل منا منسجم مع حماته وحماه المستقبلين. برضه نفس الحكايه. انت في بالك انك تتودد لام مراتي؟ انا بالي قبل ما اتجوز لازم امها ديت هحطها في مكان امي، وابدا بقى ايه انا اتصل بيها اسال عليها. انت نفس الحكايه. قبل ما اختار شريك حياتي النقطه دي مهمه. خلاص جه شريك الحياه واخترته، ابدا انا في خلال بوطد ده في خلال فتره الخطوبه طبعا، ان انا اتصل بيها وازيك يا ماما وعامله ايه؟ واذا يعني فهمتوا طيب النقطه دي قبل ما اجاوب؟ خلاص؟ يعني انا مش عايز اللي هو ايه؟ طبعا يا ريت ان انا وحماه ونبقى سمنه على بتنجان احمر والدنيا تبقى حلوه. انا مش عايز دي، انا عايز الفكره اصلا موجوده في دماغك ولا لا؟ قبل كده. تمام؟ طيب. جاوبت السؤال ده خلاص؟ يمكن عشان النقطة دي مش هنتكلم فيها تاني. بالفعل اللي مش ناوي على كده بيبقى فيه مشاكل كتير. لا، مفيش حاجة اسمها أنت حماتي، دي اسمها أمي. القرآن عبر كده. لما حطها في قائمة المحارم ما قالش دي حماتك، قال والدة. يبقى هي في مقام الأم، وأمهات أزواجه. يبقى دي في مقام امي. فلازم انا اتعامل معاها بنفس المنطق. طب افرض هي طلعت عقربه؟ خلينا نتكلم برضه. افرض طلعت عقربه، طب يعني هي امك اللي كانت ملاك نازل من السماء؟ طب لو امك كانت عقربه انت بتعمل معاها ايه؟ كنت بطلع عينيها. شكرا، يبقى الجوازه مش هتستمر. لكن زي ما كنت بتستحمل امك وتبرها، استحمل دي وبرها. طب ايه اخر يعني هي عقربه ومش طايقاك؟ على الاقل ما تمنعش بنتها انها تزورها، وده يبقى نوع من انواع البر ليها. ما تمنعش بنتها انها تبرها. تمام؟ طيب اخر عباره. عندما كنا صغار كنا نظهر الطاعه بشكل عام للبالغين. لما كنا صغيرين كنا هبل،
يعني على طول. طالما هو كبير يبقى اسمع الكلام. في واحد يقول لك لا وانا مالي، كبير كبير على نفسك، ما انا كبير انا الاخر. لا انا مش عايز، انا مش عايز اعمل. انت مالك حق، تمام؟ فانت بقى كنت مين فيهم؟ مشاكس ومخالف على طول، ولا كنت بتسمع الكلام؟ تمام؟ طيب جاوبنا. الله يسلمك يا سيدي. مرات طبعا لا ايه مرات. ماشي طيب. طيب الاختبار معلش انا الاختبار يعني اجمع، هنحلل الاختبار المره الجايه. هنحلل الاختبار المره الجايه، يعني نتيجه العبارات اللي انت اخترتها ديت المره الجايه ان شاء الله هجيب لك التقييم بتاعها. كويس؟ بس ناخد بالنا من قبل ما تكتب بقى، قبل ما نصحح، فتره التعارف لمده 6 أشهر قبل الزواج ده مش صحيح. ده مش صحيح. 6 أشهر غير كافيه. فتره الخطوبه لا تقل عن سنه. واقصاها سنتين. يعني اقل من كده واكتر من كده بتبدا المشاكل تظهر. فالفتره المناسبه انها تكون، احدنا لا يرغب في انجاب الاطفال لذلك لانه يؤجل الانجاب. لا، لازم ان الطرفين يبقوا متوافقين. لو انت مساله الامومه عندك لا وانا عايز ابقى ام والشريك مش عايز، يبقى لا ما ينفعش. فاكرين فيلم الحفيد؟ انتوا ما شفتوهوش انتوا؟ لا انا شفتوه. اه هي دي بالظبط. وهل انت على استعداد لما تاخدي قرار اني هاجل، على استعداد انك تتحمليه ولا لا؟ تمام؟ فرق كبير في درجات التعليم. احنا ما عندناش تعليم اصلا عشان نبقى صرحة، لكن على الاقل لازم يبقى في جدا في نماذج انا اعرفها. يعني اختي في البدايه كانت دبلوم، اللي اتجوزها طبيب علاج طبيعي، بس هي دبلوم، هي دلوقتي معاها ماجستير في الخدمه الاجتماعيه. فهي دبلوم دي كان لظروف مرت بيها، لكن هي عندها العقليه اللي تؤهلها للتقارب وللتفاهم. بنصح دايما بالفعل لازم يبقوا على، لو جامعه يبقوا خريجين جامعه، لو طب لا مؤهل متوسط. الراجل ياخد واحده مؤهل متوسط ممكن نسب النجاح اكبر، لكن العكس خليكي على حذر. احنا بنتكلم في نفس مش مكان مش استنباط، لكن الاستقراء بتاع التجارب اللي موجوده يقول ده، ان لو مؤهل الراجل اقل من مؤهل الست هيبقى في مشاكل. فلو انت جه النصيب كده لا خدي بالك كويس. خلاص؟ انفصلنا؟ لا لا طبعا. انك تدي فرصه للخلاف او ان احنا نبعد عن بعض عشان ازاي؟ ازاي ده يبقى مؤشر عندك ان الحياه ممكن تستقيم؟ ما لو عملنا كده واحنا في فتره الخطوبه يبقى شكرا، لما هتجوزها اي خلاف هقوم سايب لها البيت وماشي. اي خلاف لازم نقعد ونشوف الدنيا بايظه ليه، ونقعد احنا الاثنين بس. مش اجيب ام تلاقي لا اله الا الله تقعد، لا احنا الاثنين بس.
ويبقى ومن برضه من الكلام في وسط فترة الخطوبة ان احنا بنحط الرولز اللي نمشي عليها احنا الاثنين. ان احنا واتنين في خلاف ما بيننا نقعد نتناقش فيه. طب وصلنا بعد النقاش ان كل واحد مستقر برأيه، ايه المرجعية الأولى اللي هنرجع لها؟ هنرجع لمين؟ طيب يا الكلام الحلو اصلا ببلاش، مش بفلوس، من كتاب ربنا، واي حاجه ما بيننا نرجع لربنا. انت فاهم ربنا وانا فاهم كلام ربنا، يعني خلينا نبقى ايه صراحة. ماشي هنرجع لربنا، مين بقى اللي هيقول لنا كلام ربنا عشان يبقى دي المرجعيه الاولانيه؟ ما نفعتش وما زال كل واحد فينا مش مقتنع. طب مين المرجعيه الثانيه اللي هنبدا؟ طيب ولو بدانا نخرج بره اطاري واطارك هنروح لمين؟ مش العيله كلها وبنت خالتك وبنت عمه اللي جابوا خالتك عرفوا الخناقه؟ لا ده انا رايح لفلان، اه من عندك او من عندي نتفق. هو فترة الخطوبة معمولة ليه؟ تمام؟ الانفصال دايما بيقول لك اخر الدواء الكيف. اه دي اخر حاجة، لما هو خلاص انا وهي مش عارفين المشكلة تخرج بره اوضة، يعني مش عارفين نحلها جوه اوضة النوم قبل ما تخرج للصالة للعيال، نشوف بقى يكون حد يحلها لنا. طيب مش نافع يبقى الانفصال ده بقى ايه اخر حاجه. ممكن بقى والله خلاص انا مش قادر وانت مش قادره، طب نهدى كده بقى ايه كل واحد فينا يبات في اوضه لحد ما نشوف الدنيا دي هتمشي على ايه. اقصاها عندنا 3 ايام. الشرع لما قال لنا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. طب اذا كان ده اخوك فمالك دي مراتك ولا دي جوزك؟ فيبقى بعد ال3 ايام دولت يبقى اه تقدري بقى ايه تاخدي قرارك. احنا هنعرف هنكمل مع الخلاف اللي موجود ولا لا؟ شوف. طيب الاختبار ده زي ما قلنا هو مؤشر، وعذرا على اللخبطه اللي حصلت ديت وانا اللي سبب فيها اكيد، انك هتعرف من المؤشر ده انت عندك قابلية للزواج ولا لا. العبارات اللي احنا راجعنا عليها ديت دي عبارات خاطئة، فاللي كتبها صح كانت عنده مشكلة في النقطة دي. العبارات اللي احنا جبناها ديت الأخيرة كلها كانت عبارات خاطئة، فاللي كتبها غلط يبقى واعي وفاهم ومؤشر الزواج عنده مظبوط، لكن اللي كتب عبارة منها صح كانت عندك مشكلة، ابدأ صلحها بقى. اه هي كانت بداية فترة الخطوبة وكانت في ايوه. وكانت ايه دي؟ العبارات دي عبارات خاطئة. اللي كتبها غلط يبقى برافو عليه، هو واعي وفاهم المشكلة. المشكلة موجودة عند مين؟ عند اللي كتب واحدة من دولت صح. ابدأ بقى شوف اللي أنت كتبتها صح دي غير مفهومك عنها، لأنها غلط. تمام؟ طب كويس الحمد لله ربنا يبارك لك فيها يا رب. طيب هتكلم انا عن ايه؟ اول نقطه عن مفاهيم ينبغي ان تصحح. هنتكلم بقى خلاص اخش في صلب ازاي اختار شريك حياتي، او الاختيار اللي انا اخترته ايه اكتر حاجات موجوده هنا موجوده فيه. تمام؟ ثم هتكلم عن ايه هو الزواج اصلا عشان ابقى انا عارف انا هختار شريك حياتي ده ليه. طيب وليه هتجوز؟ وامتى اتجوز؟ وفين اتجوز؟ فين اتجوز؟ يعني ايه فين اتجوز؟ اه فين اتجوز؟ وبعد كده اخر نقطة كيف اختار شريك حياتي؟ تمام؟ طيب مفاهيم ينبغي ان تصحح. للأسف الشديد مفهوم او اتنين اللي بيقعوا على الرجالة او على الشباب، لكن اغلب المفاهيم ديت اللي بيدفع ثمنها سيادة بناتنا وللاسف اللي بيدفعوا الثمن ده، واحنا عايزين ننبه ان لا المفهوم ده ينبغي انه يصحح. لو هو عندك صححيه، مش عندك بالفعل انا كده بس اهلي هم اللي كده، لا قومي اهلك. ماشي؟
لما اديت المحاضره دي في الصعيد كان راجل حد قال انت هتخلي بناتنا يقوموا علينا ولا ايه؟ قلت له هي دي الحقيقه، احسن ما ترجع انت تعيط بعد كده وتقول بنتي واقعه في مشكله ومش عارف. اول هذه المفاهيم الحجاب والحشمه تمنع العريس على طول، وهي صح ان انا لا وان انا هفضل. كتير من بناتنا وللاسف لما لسه ربنا ما اذنش رايحين فرح يعملوا ايه؟ ليه؟ وانت بقى انت مقمطاها، بقول لك ايه؟ اعملي الشعره بس، خلي الشعره تطلع. بقول لك ايه بقى؟ ما تقمصيش الطرحه طويله. ايه؟ لا خلي ايه؟ لا معلش بقى، احنا رايحين فرح لازم تحطي ايه؟ خليها زبده الكاكاو. يعني انت مش عايزه اروح خليها زبده الكاكاو؟ ليه؟ لان عايزه حد يشوفها فتجوع واخلص منها وكانها عبء عليا. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ يعني انا لسه جايالي مشكله من كده ثلاث ايام، ان يعني بتقول لي اللي جاي بيقول لي انا مش عايزك محجبه. ليه؟ هو شغال في هيئه دبلوماسيه، ففي حفلات وبتاع، فما ينفعش تبقي محجبه. ازاي؟ لا الحجاب ولا الحشمة تمنع العريس. لا اوعي تقبلي ده، واذا ضغط عليكي امسكيهم من ايديهم اللي بتوجعهم، بس بالادب وبالذوق مع ابوكي وامك. مهما عملوا الاب والام لازم نبقى بالادب والذوق معاهم، لكن ايه ايدهم اللي بتوجعهم؟ مش رايحه الفرح. بس انا مش هخرج الا بحجابي، وزي ما بخرج في اي حته. اجيب لبس جديد ماشي، هجيبه موافق ليه اللي انا متعود البسه، لكن ان انا اعمل حاجه زياده عشان انا رايحه فرح عشان يجي لي لا، اللي هيجي لي عشان حط احمر ولا حط اخضر مش عايزاه. ناو في ناس، ما هو للاسف في شباب تافهه كده. انا بدي واحده في مدرسه قالت لي لبسك كده مش هجيب لك قلت لها انا عايزه لبسي كده، يجيب لي واحد شكلي كده. ده صح. ما هو لا مؤاخذه، لو انا اتنازلت عن الشرط ده معلش، يعني هو حد فينا هيفضل على حاله؟ لو انت خدتيني عشان شعري مسمسم وعينيا خضرا، ما انا بعد شويه هكربش، يبقى بالتالي انت مش هتعرفي تسيبيني. فالنقطه دي اللي بيدفع تمنها البنت، انت مش هتعرفي تسيبيني، اللي خلاص اتدبست فيا، اسماء اتدبست فيا خلاص، فشكرا. لكن لو انا اخترتها بناء على الاساس ده، اول ما هلاقيها اتغيرت هعمل ايه؟ هروح ادور على حد تاني. الله، مش انا كان كل همي انها تبقى لونه وزوزه وحلوه؟ خلاص كبرت ولا المشاغل الحياه سابت اثرها عليها، هقوم سايبها ورايح لواحده تانيه. فعشان كده المفهوم ده لازما انه يتصلح، وانك ما تسمحيش لحد انه يعاملك كسلعه. طبعا ابوك وامك مش قصدهم كده، الميديا هي اللي قصدها كده، الميديا والاعلام هم اللي عايزين يعملوا منكم سلعه. لكن الاب والام، هي الام يا عيني مقهوره وفاكره، ما اقدرش احاسبهم على خوفها على بنتها انها تضغط عليها. لا ولازمه، لا انت بقى الواعيه، انت اللي اتعلمتي اكتر، انت اللي بداتي تخرجي، اتعلمي انك تقولي لا مع كامل البر والاحترام ليها. طيب النقطة الثانية، أنا لا أقبل أي أحد من طرف والدي، أي حد من طرف أبويا وأمي، لأ. لأ على العموم والمطلق ما ينفعش، وإنك تستجيب للي هم عايزينه برضه على العموم والمطلق ما ينفعش. أمي موافقة عليه، آسف أنا ماليش دعوة، خلاص أمك تتجوز. أنا دايما أقول لبناتي كده، أبويا موافق عليه خلي أبوك يتجوز، مش هو موافق عليه، أنا اللي يهمني أنت. أبوكي موافق عليه وأنت ما أنتش موافقة أو لسه يعني قلقانة مش مقررة، اعرفي أبوكي موافق ليه بس، وشوفي وجهة نظره وناقشيها بينك وبين نفسك كويس، او بينك وبين اللي بتستشيريه كويس عشان تعرفي النقطه تستقر. لكن في النهايه مين اللي ياخد القرار؟ انت. طب لو العكس بقى؟ لو العكس، انا عايزاه وابويا مش عايز، تمام؟
انا خلاص متاكد هاخد برضو ابويا مش عايزه ليه؟ والله ابويا بيقول كذا وكذا وكذا. قعدت مع نفسي واخدت قراري بكامل ارادتي ان انا عايزاه. ساعتها بقول له اقول انا عايزاه. طب والله ما انا مجوزه لك. خلاص ماشي وانا مش هتجوز غيره. ودي وتتحملي نتيجه اختيارك. اي واحد بياخد قراره لازم يتحمل نتيجته. بس في النهايه انا ليه بقول ده؟ هنا يعني لما كانت المحاضره دي في الصدى في الصعيد بيبقى اكتر لان عندهم النزعه الذكوريه عاليه. فيعني ايه بنتي ما تسمعش كلامك؟ قلت له لا دي مش مزنها ما تسمعش كلامك، هي اللي هتتجوز، هي اللي تقرر. ايوه ما انا ادرى بمصلحتها وانا ادرى وانا عندي خبره. قلت له انقل لها الخبره لكن ما تفرضهاش عليها. هي انا انت ما اقدرش ان انا امنعك لان انت اب وبتخاف عليها، لكن من وجهه نظرك ان ده في مصلحتها هي بتقول لا. اذا كنتش عرفت تقنعها ازاي عايز تجبرها؟ مثلا لو الام او الاب ما عندهمش سبب للرفض. كويس قوي، يبقى انا اخدت بوينت كده. انا شكله مش عاجبني، مش مستريحه لو بنتي. طب خلاص يا ماما ماشي، حطيت النقطة ديت في البوينت اللي أنا بقيم على أساسها وباخد قراري في النهاية عليها. وتحطها ويبقى بوينت مهم، أنا يعني رافض الاستسلام التام في الناحيتين، بس بقول لك خد بالك من النقطة اللي قالها أبوك أو أمك، هل هي نقطة موضوعية فعلا وتستاهل ولا لأ؟ أصل ما يعتبرش استسلام، يعني أنا ممكن مثلا إيه، أنا مش هاخد حد هم عايزين وانا مش عايزاه، بس برضه في المقابل ما اخدش حد انا عايزاه وهم مش عايزينه. ما هو ما هي المفروض اخد حد الطرفين موافقين عليه، اصل انا بدخلهم حد البيت. كويس. هنفترض جدلا ان اللي جه، ودي برضه كانت موجوده في استشاره عندنا، اللي جه البيت كويس قوي واخلاقه متدين وكل حاجه، هي كانت كل المشكله ان الفتره الاولى من الزواج هيعيش في منطقه مش قد كده. 5 سنين او 6 سنين الشقه بتاعته في المرج، لحين لما يخلص ال 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 الاجراءات بتاعته والشغل بتاعه وهياخد شقه في اكتوبر. فكان الرفض على كده. فالبنت لما قلت لها بنتي انت، قالت لي لا انا مقتنعه بيه وي وي وي، البنت مقتنعه. قلت لها خلاص حاولي مع والدك. نعم. دخلت مع والدها. الراجل رفض. والبنت عايزه. طب الحل؟ قلت لها يا بنتي ما انا مش هتجوز غصب عنك. قلت لها يا بنتي خلاص ابوكي مش ابوكي مش موافق، بس انت كمان ما توافقيش على حد تاني غيري الا لما تقتنعي بيه. ليه؟ هيجي لها واحد تاني يتقدم وفي اكتوبر وفي جاردن هيلز وي وي وي، مش عايزاه. بس مش لمجرد العلم، مش لمجرد العلم. ما هو انت بس جه حد مناسب بعده خلاص. بس مين اللي يقرر؟ يبقى اذا القرار برضه في ايد مين؟ ايد انا. طب في ناس بتاخدها عند. لا 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 عند، ما هي دي. لا اقبل اي احد من طرف والدي عند كده. ابويا وامي لا مش عايزها. ابويا جيب لي واحده لا مش عايزها. والله لو فيها ايه برضه مش هاخدها. لا المساله مش مساله علم، المسألة مسألة قرار. لازم قرارك يبقى بإيديك. تمام؟ القرار لازم يبقى بإيديك. مش ملك حد تاني. هو ملك ابوك وامك، لا في الرفض ولا في القبول. ويمكن المشكله ما بتبقاش في القبول، هي المشكله الاكبر في الرفض. ان انت تبقي اتعلقتي باللي جاي متقدم ده وابوك اللي رفض لاي سبب من الاسباب. المشكله بتبقى هنا، او اغلب المشاكل عندنا الاستشارات بتبقى في النقطه دي. فبقول للبنت اصبري لو انت، وخلي فتره الصبر دي اختبار فعلا للاقتناع اللي انت مقتنعه بيه. تمام؟ الكلام ده من 10 سنين، في واحده صبرت 4 سنين. والولد كان يستاهل وهي مقتنعه بيه، والولد صبر هو راجل. 4 سنين لما امها خلاص عملت لها خلاص خليه يجي يتقدم.
وجه تقدم تاني. واحنا عشان كده بنقول للاب والام خليكم قريبين من ولادكم بدل ما تستنى 4 سنين. وحالة تانية عندي الاب الى الان مش موافق والبنت متجوزة وعندها ولدين، لا راح شافها ولا راح سأل عليها والراجل طلع آية في الأخلاق. فالعند لا، القرار يبقى بالإيد أحسن. طيب النقطة الثانية، لا أعرض نفسي على أحد. صح، حيائك هيمنعك إنك تعرض، وخصوصا في المجتمع اللي إحنا بنعيش فيه ده. لكن فكرة إن أنا أبقى أب واشوف حد كويس ملائم لبنتي، ايه المانع اللي انا اعرض عليه؟ بس ابقى واثق من ده. يعني اه والله انت ما اتجوزتش ليه؟ طب والله انا اختي كذا وكذا وكذا. او اقول لاختي في واحد كذا وكذا وكذا. اللي انا كل مهمتي الايه؟ العرض فقط مش التقرير. تمام؟ طيب النقطة أمنا خديجة، طب ما هي اللي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. بس عرضت نفسها ازاي؟ أنا أروح أقول لصاحبي تعالى اتجوز أختي؟ كان ممكن أوصلها له بصورة تانية. فيبقى إذا المهم طريقة العرض مش العرض نفسه. تمام؟ النقطة ظل راجل ولا ظل حد؟ لا آسف، ظل الحيطة أفيد مليون مرة من راجل ما يسواش نجم. ظل الحيطة كده ممكن كده هتسند عليها حتى لو أنا عملت إيه ظهري مش هيجرله حاجة، لكن ممكن تعملي كده على راجل يطلع نص كروم تلاقي نفسك وقعت من الدور ال 19. راجل لا 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 بيعرف رب، يعني كان إيه؟ مفيش عندنا حاجة اسمها بنت تتطلق، إيه اللي يبقى مفيش مع حيوان زي ده؟ بدل ما تبقى متطلقه، مفيش حاجه اسمها تبقى متطلقه. انت عوره يعني عشان متطلقه او ارمله؟ ما انتش عوره. فحته ان ظل راجل ولا ظل حيطه؟ لا اسف. وان انا افضل مستنيه لحد اما الاقي ابو بكر اللي في بالي احسن ما اتسرع واخد ابو جهل ولا ابو لهب. ليه؟ لا انا افكر ويبقى قراري بايدي. تمام؟ وحتة إن ظل راجل ولا ظل حيطة ولا اللي ما عندنا، لا. ده كلام لا يمت لا العلم ولا الشرع بصله. إذا ما كنتش مقتنعة تمام الاقتناع بشريك حياتي وباختياري، أنا قاعدة في بيت أبويا ملكة متوجة. مفيش حاجة اسمها عندنا سن عنوسة والكلام الفارغ ده. أنت قاعدة ليكي دورك بالحياة بتمارسيه وبتكمليه. ربنا رزقني اللي يعني على تكملة دور حياتي ده وفق واحنا متوافقين احنا الاثنين كان بيها. ما رزقنيش انا مش ناقصني حاجة. طب واذا كنت بستشعر الحاجة ان انا عايزة حد معايا او حد يشاركني حياتي او عشت فترة من الوحدة وعايز، يبقى انتقي كويس قوي اللي هخليه يشاركني حياتي. وما تبقاش العملية ان اجيب حد معايا وخلاص. انا كبرت وعايز اتجوز. خلاص ما اي حد اي حد. طب خلاص اتجوزت اي واحد؟ لو انا كنت اتجوزت اي واحده غير اسماء وبعد كده شفت اسماء هفكر فيها؟ لا، ما خلاص بقى انا كنت مختارها اي اختيار. فما ينفعش. للاسف اللي بيدفع ثمن حاجه زي كده بنات مش الشاب او الراجل. في مجتمعنا اللي بيدفع الثمن البنت. فما تخليش حد يخليكي تدفعي ثمن انت ما انتش مالكيش ذنب فيه. طيب ضمن المفاهيم، جمالي ومالي يكفلان لي افضل عريس. انا واحده الحمد لله جميله ومستريحه، فعند النقطه دي بس، يعني هو جاي لك عشان جمالك ومالك اسف، يبقى هيلاقي وقت ما هيلاقي الاجمل منك او الادنى منك هيسيبك. لكن يبقى عندي عزه بنفسي. دي مطلوبه طبعا. انا وهنشوف بعد كده في المحاضره الجمال نسبي، مفيش حاجه اسمها اللي احنا بنشوفه في وسائل الاعلام ده كلام فارغ. لكن الجمال كل امراه جميله،
لكن انك تبقي عندك اعتزاز بنفسك وان ما تقبليش حد يقلل من الاعتزاز ده حقك. وانا بنقول للوالدين لا تقللوا من بنتكم ولا اللي جاي يتقدم بسبب انا الراجل. مفيش الكلام ده. لكن بعض بناتنا وللاسف بتبقى معتمده وخصوصا الطبقه اللي بتبقى مستريحه. انا فلوسي هتخليني اتجوز اللي انا عايزاه وهيجي لي احسن واحد. المسألة لو جمال ومال بس شكرا مش هيستحمل البيت وهيروح. تمام؟ طيب دي بقى كتير من بناتنا بيقعوا فيها وللأسف. قد يعاقبني الله على رفضي لمين؟ لراجل صالح اللي جه أبو بكر فعلا والناس كلها بتشهد له بكده. يعني امك بتقول لك انا لو كنت شفت عبد الناصر كنت اتجوزته. ها عايزه ايه تاني اكتر من كده؟ تمام؟ واصحابك كلهم مفتنين بيه. والعيله عندك خلاص يعني ملك نازل من السما جالك. بس انا مش حاسه. وقعدت مره واثنين وثلاثه وانا مش حاسه. مش حاسه ناحيته بحاجه. زيه زي زميلي اللي في الشغل ولا جارنا اللي بسلم عليه وانا نازله ولا عم محمد البقال اللي بسلم عليه. مفيش قعدت مره واثنين وثلاثه مش حاسه. يا بنتي خديه وخشي واعملي ما تتبطريش على النعمه. ده كلام فارغ. مفيش حاجه اسمها تبطر على النعمه. مش لما تبقى نعمه بالنسبه لي. لما ابقى انا بالفعل ميت من العطش. بعدين ايه ده؟ ايه الازازه البلاستيك اللي ما ايه ده؟ لا لا اسمه بطل على النعمه. انت محتاجها وهي دي نعمه بالنسبه لك. لكن لما ما بقاش عطشان وانت تيجي تقولي لي يلا خد يا وليد الازازه دي عشان تخليها معاك وانت راجع البيت تبقى تشرب منها، ممكن اقول لك لا انا ما اشربش في الازازه البلاستيك معلش. هاتيني ميه معدنيه. حقي. يبقى ده ما اسموش بطل على النعمه. فلما يجي لك واحد صالح وكويس والناس كلها بتشكر في اخلاقه وانت قعدتي معاه مره واثنين وثلاثه عشان تعرفي تاخدي القرار الصح وما لقيتيش نفسك فيكي ميل من جوه انك تكملي ارتباط معاه قولي لا. طب ده ربنا هيعاقبني ويقوم موقعني في واحد ابن 60 في 70 يندمني على بتاع؟ لا. ايوه اخره البطران اطران. ايوه انا بقول لهم احنا عندنا امثله. لا طبعا لا. طب امال الوحش اللي ربنا ابتلاني بيه بعد كده ده سوء اختيار. ده سوء اختيار. اشمعنى كنت جدعه قوي في اختيارك الاولاني وقلت لا وجيتي عند الاختيار ده وما خدتيش بالك ووقعتي؟ يبقى ده مش عقاب من ربنا عشان انت رفضتي واحد صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا كده. الاثنين وقصه من اجمل قصص الحب اللي كانت موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مغيث وبريره. واثنين كانوا بيحبوا بعض واخر روقان. ربنا اكرمها واعتقد. اعتقد هي هما الاثنين كانوا اماء. هي سيدها عتقها. ها؟ يعني اشمعنى؟ وبدأت العلاقة من جوه من نفسها تتغير ناحية مغيث. لا. وبدأت بالفعل تظهر على سبيل. وهو بيحبها وصابر. لحد ما هي خدت القرار. يا رسول الله أنا مش عايزاك. مش عايزاك. أتعيبين عليه خلقا أو دينا؟ قالت لا. لا. بس أنا مش عايزاك. لا قال لها بقى بتتبطلي على النعمة ولا قال لها هترمي في نار جهنم ولا قال لها الكلام ده كله. البحر بتاعه يرجع له خلاص. مغيث كان يمشي وراها يبكي من حبه ليها. وزمان كانت الكعبة مفتوحة ما كانش فيه سور للحرم ولا بتاع. فلما كانت تطوف كان يمشي وراها يبكي. يطوف وراه وهو ما بيكلمهاش، هو بس ماشي وراه بيبكي من حبه ليها.
فمرة النبي صلى الله عليه وسلم لقى بيقول ايه بيعيط وكان قاعد مع عثمان، فبيقول عجبت من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. انا مستعجب قوي اروح اكلمها، فعثمان مش فرح النبي صلى الله عليه وسلم يعني حني بقى على مغيث بقى خلاص الراجل استوى يعني حني عليه. قالت اجئتني شافعا ام امرا يا رسول الله؟ شافعا، فيبقى ان ربنا يعاقبني عشان انا رفضت العريس صالح، اسف شافعا. قالت لا اريده، سابها ومشي. احنا بنربي بناتنا على العزه، هو ديننا علمنا كده، فما اجيش انا احط على رقبه بنتي سيف ان انت عشان رفضتي واحد كويس فربنا هيبتليكي بواحد وحش. ليه؟ او مش هيجي زي اللي راح، او مش هيجي زي، ما هو يا بنتي مش هيجي زي اللي فات. هو انت اقتنعتي باللي فات عشان تقارني بيه اللي جاي؟ طبعا لازم قرارك يبقى طالع منك انت. خلينا نقول ولو كان العكس، بتجيلنا بعض الاستشارات كده، هو وحش بس انا عايز ايه؟ عايز ايه؟ ما بيصليش بس عايز ايه؟ بيشرب مخدرات بس عايز ايه؟ وعلى فكره يعني برغم ان في يعني في البدايه ما بحبس ده، بس في نماذج عندنا كده، في واحده صبرت على جوزها 8 سنين لحد ما بطل ادمان، وكان بيضربها ويهنها ويشتمها وهي بتحب، وكان يقولوا لها الطلاق تقول لهم لا، قرارها. لكن دي لما كانت تيجي تعيط او تعمل وتقول مش مستحمل، مش ده قرارك؟ بس هي ما كانتش بتشتكي فمستحمله، وربنا اكرمها وبعد 8 سنين شوفي وبطل ادمان واستقام حالاته معاها وشايلها فوق دماغه دلوقتي. لكن لواحده تانية هو وحش، طب انت قبلتي تتجوزيه ليه؟ ما بابا اللي كان موافق عليه، ما قالوا لي لو رفضتيه، وخصوصا ما خلينا بسرعه بيجي لي بقى دقن قد كده وجلابيه شورت وصلى الله عليه وسلم جاي البيت، وانك لو رفضتيه هيبقى كده ويطلع يبقى ابو جهل في البيت عندك. لا، طالما قرارك انت هتتحملي نتيجته. خلاص؟ لكن الفكره اللي عايزين نشيلها لان هي دي اللي مشهوره اكتر، ان بتتبطلي على النعمه، مفيش حاجه اسمها هو مش نعمه بالنسبه لي اصلا عشان اتبطل عليها. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ربنا ما بيعاقبش بسبب حاجه زي كده، مين اللي قال؟ هتقولنا سند من قران او سنه بيقول كده. لكن امتى اسمي بتبطل على نعمه؟ لما مراتي اسماء مثلا ربنا يكرمني فيها عملت معايا كل اللي بتعمله ده واجي انا اعمل حاجه ثانيه في اصلي بتبطل على النعمه. ليه؟ لان انت حسيت وذقت طعم النعمه اللي ربنا رزقك بيها. عشان ضعف عندك ولا عشان حاجه عندك تروح تهد البيت يبقى انت اسمك بطل على النعمه وتاخد عقابك ساعتها. لكن لو هي لا تمثل ليا شيء، طب ما هو بطل على نعمه، هي مش نعمه بالنسبه لي. تمام؟ الزواج بأي حد حتى لا يفوتني القطار. فكرة غلط، مفيش حاجة اسمها قطار. مفيش حاجة اسمها يفوت، ما يفوت القطر، إيه المشكلة؟ خد القطر اللي بعده. إيه المشكلة؟ إيه اللي يخليني حاسة حمل عليا إن أنا لو ما اتجوزتش هيبقى في حاجة ناقصاني؟ ليه؟ حتى لو أنا الاحتياج ده أنا جعان وميت من الجوع وشفت ميتة قصادي. الميتة عندي حرام، بس لو ربنا في الظرف ده قال لك كل منها، بس انا ماليش نفسي اكل منها، حتى هيجبرك؟ اهو محتاج ان انا اكل، بس لو شفت حاجة ميتة ولا جيفة ميتة والله ما هقرب منها، ده انا اموت من الجوع احسن. مش قراري؟ يبقى حتة ان اي حد قبل ما يفوت القطر عليكي يفوت ويسفر وهعمل له باي باي وهطلع له المنديل اقول له مع السلامة يا حبيبي. ده اللي تقولوه للي يقول لكم الكلمه دي.
اعلام ميديا مع الوالدين برضو بقول لكم خلوكم مع الوالدين في قمة البر، لكن من غير ما تتنازلي عن نفسك. مش هقول لابويا اتفرقي، مش هقول لامي اتفرقي، لا هي من خوفها عليكي عايزه تطمن عليكي. لكن انا ماشي يا ماما. طيب برضو الكلمه بالكلمه تذكر. اللي جاي لي ده انا مش عايزاه. مش عايزاه. بس ابويا وامي ايه؟ مقتنعين. لو انت وقفتي وقلتي لا هتبقي بتتعبيهم اكتر وانت هتتعبي. مش انت خدتي قرارك انك مش عايزاه؟ قبليه يا ستي. راجل هو انت بتنقي الضيوف اللي جايين لكم البيت؟ مش يمكن واحد يخبط على البيت ويخش؟ خلاص اعتبريه ضيف وجه. وبعد ما تقعدي من غير طبعا ما تقولي له. ايضا جاي؟ طب ماشي حاضر يا ماما. هلبس واعمل بسبوسه حاضر. واقعدي معاه. انت كده كده واخده قرارك. والله لقيتيه عكس ما انت كنت متوقعه، ادي فرصه وكملي. ما لقيت ان حالتك زي ما هي وان انت قرارك كان في البدايه، خلاص بعد الجواز او بعد القعده يعني مره واثنين، ماما انا مش مستريح. يبقى انت هي استحاله هتقول لك خلاص، انت لبيتي الهاتف اللي جواها انها عايزه تطمن عليكي في نفس الوقت من غير ما تخسري نفسك او تخسريها هي. طب ايه ذنب ليكي تقدم ده؟ لا هو ملوش ذنب. بص يا بنتي، ما حدش بيروح يتقدم تفضل عليكي. لا مش تفضل يعني، ما الوقت ده تروح تقدم لحد. لا هو هو يا بنتي انا رايح اتقدم لوحدك، مش هي كويسه؟ لازم اتعب عشان اخدها، حتى لو هي كانت مش مقتنعه بيا هحاول اخليها تقتنع بيا. ما نجحتش في كده خلاص مفيش نصيب. مفيش نصيب. لكن ده مش إساءة أدب مع الطرف الآخر. في الأول وفي الآخر ما يتفرق. معلش يعني مين اللي هيشيل الهم والطين؟ ما دخلهوش. ما هو ما دخلهوش. أنا واقعة في شقي راح. لو الأمر عادي عندي خلاص، لا يا ماما أنا مش عايزاه وأبوكي موافق، خلاص شكرا. لكن أنا بتكلم على إن الأب والأم إيه؟ يا بنتي أنت بقالك كذا واحد عمالة يجي وترفضي، فبدأوا يقلقوا وبدأوا يضغطوا عليكي من ناحية تانية. عشان يتفك الاشتباك ده بنعمل ايه؟ مش خليكي. هو لا مؤاخذة لما جه هنقابله وحش؟ أسأنا إليه في حاجة؟ بس. هل هو كان قبل ما يجي واخد ضمان بالموافقة؟ لا. هو جاي يتقدم لوحدة وعارف إنه ممكن يتقبل أو يترفض. فانا احسن بس خلاص اللي انا بتكلم فيها دخله ليه بقى؟ لا دخله عشان ابويا وامي. طب هو ايه ذنبه بعلاقتي بابويا وامي؟ هو ما غررلوش حاجه. هو ما غررلوش حاجه. الفكره ان يعني الواحد لو بص لها من ناحيه، لا الفكره عندك دي اصلا هي اللي عايزه تتغير. هو ما غررلوش حاجه عشان تزعلي. الكلام ده لما يجي ويتهان اقول لك لا، طالما انت رافضه وهتجيبيه تهنيه قصادهم لا. هنا هنا اقف قدامي اقول لك الاهانه غلط. لكن جه عملنا له البسبوسه وقدمنا له الشربات وخد واجب الضيافه بتاعه كامل. وفي النهايه حتى الله ما شاء فعل وربنا يرزقك اللي احسن منها بس خلاص. دي ما فيهاش فكره ان انا كده اهانه ليه او ان كده غلط عليه، لا دي فكره غلط. ما تخليهاش تضغط عليكي من ناحيه ثانيه. كتير مش موافقين عليا بس لما ماجي البيت. وفي ناس كده يقول لك ماشي هي مش موافقه لانها ما سمعتنيش او ما اتكلمتش معاها، فيمكن لما اتكلم معاها تقتنع. ماشي خلاص انت شايف دوت خلاص. لكن انا وبعض الحالات على فكره انا كنت رافضه لاني لا، لكن بعد ما قعدت معاه لقيت اني ممكن، فطلبت نقعد مره ثانيه. وانا بنصح بده مره واثنين، ويعني ها لو انت عايزه ثلاثه اطلبيها قبل ما تقولي يجي يخطبني. مره واثنين وثلاثه قبل ما تقولي او لا. وايه اللي انا عايزاه في المره والاثنين والثلاثه دي؟ ان انت تتاكدي من احساسك ان ده ينفع يبقى شريك حياتي. احنا لسه ما قلناش الشروط وفترة الخطوبة، لكن على الأقل مبدئيا ينفع.
كنت عايز تقولي ايه بقى؟ دايما لما بيجي حد يعني بيجي مثلا ابن صاحب ماما او ابن جارتنا حد من قرايبنا الجديد بيبقى في معلومات في الاول كده نعرفها عنه، يبقى حد لا خلاص ده مش مناسبني، ماما تقولي لا طب عشان ما تزعلش شوفي طب ما يزعل كويس قوي. لا هنا بقى خلينا برضو احنا محتاجين ليونا، لو الامر ما فيهوش زعل خلاص اتس اوكي انا مش عايزاها. بتقول لي دي صاحبتي عشان ما زعلهاش ايوه بتيجي بتجيب السبب فيا ان هي اللي رفضت. طب انا قلت لك من الاول لا. لا بصي ما هو في بعض الامهات كده، هي بص هي عايزه تقول لك ممكن يكون ماما من وجهه نظرها ان انا ايه عايزه اطمن عليكي، فايه لو انا قلت لك ده انت هتضحكي عليا بكلمتين وتكلفتيني، لكن لما اقول لك ان دي صاحبتي وهتزعل مني انت هتتحرجي عشان هي فعلا بتبقى محطوطه في موقف محرج قدامها ان هي تقول لها لا. بس وانا اكراما لامي هرجع انت، بس في النهايه قرار مين؟ ما انا بعد كده لما بشوف طنطي دي ببقى مكسوفه منها جدا. لا ما تتكسفي ليه؟ ما هو ده برضو اللي عايزين نعلمه، تتكسفي ليه؟ هو اصلا مانن عليكي بحاجه؟ لا مؤاخذه هي كانت بتحط ايدها في جيبها وتصرف عليكي عشان تكافئيها انك تتجوزي ابنها؟ لا شيلوا الافكار دي من دماغكم، لان هي ديت للاسف الشديد مع الظروف اللي احنا عايشينها بتبقى عامله ضغط نفسي